أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلكم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هنا القرآن الكريم يوصف حال المنافقين. ومن نقول كلمة المنافقين؟ يعني نقول أنه المنافق موجود في عالم آخر أو في دولة أخرى. المنافق موجود في كل مكان، مثل ما كان المشرك والكافر موجود سنته، يعني مو فئة معزولة عن المجتمع، لا، موجودين في أي مكان. ودائما القرآن من يوصف المطالب العالية حتى يوصلها للذهن يخلي شنو؟ مثلهم كمثل الذي استوقد، دائما مثل، لأنه الأمور بواقعيتها من احنا من نتمنده، لأنه المنافق هو بواقعيته شلون هيئة مالته ما نعرف. لكن كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، لكن كواقع مالته ما نعرف. لذلك القرآن شو يعطينا؟ يعطينا المثل بالتقريب. والإنسان دائما يأنس بمن؟ بالمحسوسات. الشيء المحسوس يأنس به، ليش؟ الإنسان أول ما ينشأ من طبعه شو يكون؟ يكون طبعه مادي أول ما ينشأ، بعدين رب العالمين يزود بهذه القدرات اللي تخليه يعني يتجاوز المحسوسات الأمور الغيبية ويدرك الأمور الغيبية. أما من يبقى على طبعه المادي فيبقى هو نفسه كأنما هو طفل، لكن شنو؟ عمره 50 أو 60 أو 40 سنة، لكن هو الواقع هو شنو؟ يبقى مادي، ما استخدم القوة الموجودة المخزونة عنده. لذلك الطفل والماركسية يشتركون ديما، يشتركون نوتيهم ينسون بالمحسوسات. إذا ماكو محسوس يعتبر شيء ما موجود. الطفل إذا غاب عنه أبوه أو غابت عنه أمه حتى وإن كانوا بالغرفة المجاورة هو تلقاه يفتقدهم، يعتبر ما موجودين. ليش؟ لأن ينس حصرا بس بالمحسوس. فهذا حال الماركسي اللي هو نفسه طفل، لكن شنو؟ يقولوا له دكتور، يقولوا له غرف، يقولوا له عالم، لكن وش الواقع؟ واقع هو طفل، زين؟ فهذا الواقع مالته. فينسون فقط بمن؟ بالمحسوسات، يعني مو فقلنا القرآن دائما يمثل المطالب العالية يمثلها بمن؟ يمثلها بأمثلة محسوسة حتى تكون قريبة للذهن. ومن بعد الإنسان يبني ينطلق، المفروض ينطلق وراء الأمثلة المحسوسة، يبحث عن ما وراء المحسوس، المفروض يعني الإنسان اللي يريد مصلحته، الإنسان اللي خايف على آخرته، الإنسان اللي خايف على نفسه، المفروض شنو؟ المفروض إنه ينطلق وراء الماديات. السلام عليكم. السلام عليكم. إنه الحقائق تختلف حسب النشأة، يعني مثلا هو هذا نفسه الشخص المنافق في نشأته شبه أنه هي إنسان، هي بشرية، لكن الواقع مالته غير هذا الواقع، يعني انتقل لنشأة أخرى راح تطلع الحقيقة مالته. القرآن شلون يوصلنا الفكرة مالته وهذا المنافق؟ وصلنا بهالتوصيف أنه كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. فمثلنا التوصيف اللي راح يكون بالعالم الآخر أو هو إنسى حالياً واقع به لكن ما مكشوف للآخرين بهالتوصيف هذا، إنه المنافق هو هذا حاله، لعله إحنا عايشين بيناتنا، عايشين بيناتنا، ولدنا فاقد درجات، عدوة مربينا، فاقد درجات، لأنه الإنسان هو الآن هو منافق، بعد ساعة لعله تروح من عند النفاق، أو لعله هو إنسان مؤمن، بعد ساعة يجي النفاق، فالنفاق درجات. مو نقول مثلا منافق لا درجة واحدة، مثل الإيمان هو درجات والكفر درجات، النفاق نفسه قضية درجات. لذلك أستاذ نشوف حتى قضية النعيم في الجنان شو يقول؟ يقول مثل الجنة التي وعد المتقون، ما يقول الجنة، لأن هاي الأمور يعني غائبة عن حواسنا، غائبة عن تفكيرنا، أمور ما ندركها، أمور أعلى من تفكيرنا. لذلك القرآن يقرر بمثل الجنة، بس نفس القضية بالنسبة للمنافق، مثل ماكو شيء اسمه واقع أو هو. ليش؟ لأن هاي الأمور ما مدركة إلا مدركة بمن؟ بالمحسوسات، بالتمثيلات، بالتشبيهات مدركة. فيقول له المنافق في ظلمات لا نور،
ليش؟ لو نعرف انه منافق في ظلمات النار، ليش؟ انه استوقد نارا. لما استوقد نارا حتى يمشي به. لو ليش؟ لانه اعمى البصيرة. لو كان هو عنده بصيرة وعنده نور ما يحتاج انه يستوقد نارا، لان النور مالته ذاتي، النار مالته ذاتية، ما يحتاج انه يستوقد نارا من خارج ذاته حتى شنو؟ يمشي بها. ذاك هو اعمى البصيرة، فيحتاج الى ان يستوقد نارا. هاي واحدة من صفات المنافق. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني وهذا النور البصيرة او النور الذاتي مو الانسان هو يقدر يخلقه بذاته مثل ما يستوقد نارا، مثل ما يقدر مثلا يستوقد نارا حتى يمشي بالبصر. لا، هذا النور، النور الذاتي اللي هو نور البصيرة اللي رب العالمين يجعله بالإنسان، مو مثلا بسهولة راح يكتسبه، ولا تكتسبه بالمعارف والعلاقات، ولا تكتسبه بالحيلة، لأنما الأمور بالواقع والصدق رب العالمين يوضع عند الإنسان المستحق من هي البصيرة. أما اللي يستوقد نارا اللي هو يكون أعمى البصيرة، فيحتاج لمن؟ يحتاج إلى بصر، ويحتاج إلى شيء يكشف الظلمات، لذلك يستوقد نارا. وهو نور، يقول وهو نور جزئي، فلما أضاءت ما حوله. يعني مو تلقى مثلا المنافق دائما نظرته بعد أمتار، نظرته دائما محدودة، ينظر أمور ينظرها كأمور مادية بحتة، ما وراء الأمر المادي ما ينظر، ما عنده هاي البصيرة اللي تكشف لهاي الحقائق. لذلك دائما شوف نظرة مادي حصرا، فلما أضاءت ما حوله، بس هذا النظر مات، ما عنده شيء وراء. وهو شنو دليل؟ شنو دليل؟ على انه عمى البصيرة. زين، وهذه هذا فلما أضاءت ما حوله، هذا النار هاي استفاد من عندها، سواء كان مؤمن او كافر او مشرك او منافق، الكل استفاد من عندها. مثل من هذه اللي يستوقد نارا؟ مثل اللي يقول مثلا انا مسلم او انا مؤمن بلسانه، هذا ايش يستفاد؟ يستفاد من الاسلام انه يحصل الارض مثلا او يزوج. ليش؟ لان الكافر لا يزوج والكافر لا يعطى ارض موجي، فهذا يستفاد من هالامور ويظهر الاسلام او يظهر الايمان، وان كان قلبه اعمى يظهر حتى شنو؟ حتى يضيء ما حوله. يستفاد من الفائدة البسيطة من قضية الإسلام وقضية الإيمان. أما كقضية ذاتية أو كقضية أبعد من ذلك، لا، ما يستفاد منها. لذلك شنو يقول؟ يقول أضاءت ما حوله. وهذا النور اللي يضيء ما حوله هو مو نور خالص، وإنما نور متزاحم. إحنا في العالم الدنيا عالم التزاحم، بينما عالم النشأة الأخرى اللي برزق على ما بعد برزق، ما هو شيء اسمه تزاحم، كل من إلا مساحته، كل من إلا مساحته الخاصة به، ما هو شيء تزاحم. أما في عالمنا هذا عالم تزاحم. يعني هذا مثلا شخص يعمل عمل يجي الكتاب الشكر والتقدير اللي أنا ما استحق، مو لعل مثلا لا شخص يقطع تجي العقوبة لشخص آخر اللي ما يستحق، لعله مثلا أنا أعمل عمل يجي شخص آخر مصلحته تتضارب ويا عملي فيلغي هذا العمل. تضارب، تزاحم. لعله أنا مثلا أريد مثلا ما أشتغل شغل المضبوط، ما أشتغل شغل اللي يعني يضر ضميري أو يضر ضمير أو يضر رب العالمين، لكن يجي من تفتيش ويعاقبني ويغيبني. وهذا شنو؟ تزاحم، تضاد. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. اكو مثلا تجي ريح، تجي مطر، يطفي هذا النور. فالمنافق اللي هو ما يريد يعمل الصالحات او يريد يظهر خلاف ما يبطن، دائما نوره محدود وتفكيره محدود، ويقع وين؟ يقع في تزاحمات. اذا بشوف القتل والتشريد بالعالم بسبب شنو؟ بسبب التزاحمات اللي قاعد تصير من مصدرها من النفس الإنسانية، من النفس المنافق اللي يكون مصدرها زين. وهذا النور اللي أوجده هذا المنافق أوجده لمن؟ حتى يفتح بصيرته قلنا. ليش؟ لأنه هو عنده عايش في ظلمات. يعني من يروح هذا النور راح يكون يبقى مكانه قاعد راكب،
تلقاهم في ظلمات مكان راكب ما يقدر يتحرك ما يقدر يطلع منهم. هو مثلا تلقاه أعمى بصيره بعد هو يشوف لكن شنو لكن مشتت ما يعرف وين يروح ما عنده تركيز ما عنده استقرار ما عنده طمأنينة. ذاك شوفه مضطرب في حياته يجي كسب يريد بعد كسب تجي أملاك يجي بعد يريد بعد أملاك يتزوج مثلا تلقى مثلا عين على الآخرين دائما مضطرب قلق دائما دائما ليش؟ ما ليش؟ لأنه عنده بصيرة فيها غشاوة وعنده بصر نظرة محدودة. فهذه صفة أخرى من صفات النفاق اللي قلنا هو شنو؟ إنه هو درجات يعني مو درجة واحدة. مثلا هذا المنافق من يريد منصب أو يريد فد أمر معين شنو نيتك أنت للمنصب؟ هل تقيم حق؟ هل تمنع باطل؟ لو شنو ما نيت؟ أنا أجيب مثل ما قاعد أصير عندنا هسا أجيب مثلا ناس معاري وأجيب واسطات حتى يزينون فلان من المنصب ويخلون فلان بالمنصب لأجل شنو أنت تسوي؟ لأجل أتأمر عليكم. عند سنة من سنن معاوية معاوية من خلوه من صار خليفة قال أنا ما خليت الموضوع حتى صلون وصومون أنا صمت بالمكان حتى شنو حتى أتأمر عليه أكو نقص عندي اللي دسده بهالموضوع أكو نقص بشخصيتي بما سده بالتأمر. سأحنا نشوف زين نشوف إنه بعض دول اللي يصيرون شوف الإنسان عنده نقص حقيقي ذاك يبحث عن هالمناصب حتى يسد نقصه حسب تصوره حسب نظرته المحدودة زين حسب النار اللي يوقدها شعر بالعبا راح يسد النقص بما بهالموضوع بما هو راح يصير بهالموضوع هذا يشوف انه النقص ما نسد لذلك يبحث شنو يبحث عن منصب أعلى. وإذا يشوف مزاحمون 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 الآن يتكاتلون بينات هو عنده دولة كاملة يحكمها جديد يتعدى على الدول ليش؟ لأن أكو شيء بداخله يقول أحد العلماء يقول لو كان هذا الشخص اللي هو هذا المثال عليه لو حكم الكرة الأرضية هم اللي يحكم الكواكب ليش؟ لأن هو يتصور أنه النقص اللي عنده راح يسد به الموضوع بينما النقص ما يسد به جهنم يعني هو باطن الآن في جهنم يقول هل المزيد شن ذبلها؟ تقول هل من نزل لأن باطن مالته هو باطن جهنم شن طي؟ ما يقنع هل من نزل شي رزق رب العالمين؟ تلقاه دائما بالشائم وغضبان يريد بعد فهي صفة أخرى من صفات النار. الصفة الثانية اللي هي نقيض هذه الصفة إنه هذا لو كان بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض سووا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. تمكين في الأرض من نجي ناخذ أمثلة يعني على مستوياتنا. تمكين في الأرض مو إنه يصير مثلا رئيس جمهورية. أنت في بيتك ممكن في الأرض. أنت في دائرتك ممكن في الأرض. رب العالمين أعطاك العائلة هاي أنت ممكن في العائلة. تقيم الصلاة وتأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت في الدائرة مثلا مسؤول عن غرفة ممكن من غرفة تقيم الصلاة والزكاة. أنت إذا هذا الأمر البسيط اللي هو 10 أمتار رب العالمين مكنك من هال10 أمتار ما طبقت النظام اللي رب العالمين انضاه ما طبقت أقام الصلاة وآتوا الزكاة ما طبقت أمر معروف نهي عن المنكر بهال10 أمتار باشر عقبه مثلا تقولهم انطوني دولة خلنا نحكمها أو انطوني محافظة أو طوني رأسة قسم أنت 10 أمتار ما مكنت فيها وإحنا قاعد نشوفها 10 أمتار يحكمها وهذا الشخص غرفة تلقاه مفسد بيها بالغرفة مفسد والحوالي مفسدين زين كيف إذا أتمكن مناصب أعلى كيف أعطي منصب أعلى هذا إذا كان هو لنفسه مفسد ولا آخر مفسد شلون أعطي مناصب أعلى زاهر هذا دليل على أنه منافق وأنت سماه شيعيا حتى وإن كان سموه شيعي يسموه منافق. هاي الآية صريحة بالموضوع.
الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ما شاء الله رب العالمين يقول لك أنا مكنتك في الأرض هذه، مكنتك في الموضوع هذا، ولم تطبيقك الآية. أنت شنو؟ أنت من ذولاك اللي فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات محصون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولذلك من الخشب المسندة خشبة كأنما أنت كان وجودك وعدمه أو لعله لا أسوأ، يعني أنت مفسد مو مصلح. شوف الفرق بين هذا وشرط بين هذا، يعني هذا نوان الدنيا على الله أنه ينطو منصب ينطو مكانات أعلى ينطو مكانات مثلا متدنية ومن بعد يصعدوا، وهو هذا حال. المهم وحتى ذلك النور المحدود اللي عنده مثلا، حتى هذا الإضاءة المحدودة اللي عنده هي من رب العالمين، من ترجع لأسباب المسببات، هي من رب العالمين، يعني مو من عنده. أما أنا مثلا حصلت معي همتين مثلا أو صار عندي كم فلس مثلا أصبحت مفسد في الأرض، أصبحت مفسد إلي ولعائلتي، أصبحت لا أمر معروف ولا أنهى عن منكر ولا أدغير على عرضي أبدا، هو من شو السبب؟ ليش؟ هاي الأمور اللي عندك الساعة 100 من عندك، لكن تقول أنا الأمور اللي عندي من عندي بكسبي أصير أنا عندي سنة من سنة قارون. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا الشيء من عندي، لا دخل بي رب العالمين، هذا من عندي. لكن خسر بالله. هذا الشيء من عندي، من ذاتي أنا اللي ولدت. أنا اللي قريت، وأنا اللي صار عندي علوم، وأنا اللي فهمت، وأنا اللي فهمت الفلسفة والرياضيات والفقه، وأنا اللي فهمت واحد بذاتي بجهود الذاتي. لاحظ حتى هذا النور البسيط اللي يكون عنده هو شنو سببه؟ سبب رب العالمين. إحنا سامن ناخذ العقائد، ناخذ السلم على المعلولات، سبب ومسببات. إنه من تقول مثلاً بنقول رب العالمين سبب لكل شيء. شنو تصور؟ لعله يكون عندنا تصور انه رب العالمين اوجد مثلا البذره وانا علي انه ازرعها بالارض واكو شمس واكو عناصر بالتربه واسقيها بالماء وتنمو. هذا التصور اللي عندي. بينما رب العالمين في كل جزئيه من جزئيات النمو لهذه البذره لازم يتدخل بها رب العالمين. في كل عله صغيره او كبيره، جزئيه او كليه، لازم من تدخل خالقك، والا ما تنمو البذره ولا تنمو. النار اللي وجدت الاحرار، رب العالمين اوجد النار، لو كان حسب نظرنا انه النار تحرق اي احد. عند ابراهيم عليه السلام ما حرقت النار. عند اسماعيل عليه السلام السكينه ما ربحت. عند هذا اللي اسمه الحسين دعا عليه قام يشرب الماء، الماء ما يشتغل. وطن مفعول الماء. لو كان اخذنا بالاسباب والمسببات هذا كله اشتغل، لكن دليل على ان رب العالمين يتدخل في كل جزئيه من جزئيات الامور سواء كان ماديه او معنويه، رب العالمين لابد ان يتدخل بها حتى تفعل والا ما تفعل. فنرجع نقول انه حتى لان الامور الجزئيه من ايقاد النار من تعلم العلوم لابد من شنو؟ من وجود رب العالمين اللي يوجدها لنا، والا احنا ما نقدر نحصل. حتى الواسطات هاي اللي نخليها حتى نوصل بناصب لابد من رب العالمين، سواء كان يهيئ لنا حتى من باب الهدايه او من باب شنو؟ باب الاضلال يزداد اثما. من هالبابين، من هالباب، من هذا الباب. بعد شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. او كصيب من السماء، صيب من السماء يعني المطر الغزير، فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون اصابعهم في اذانهم. يقول يمثلهم بحال اخرى ذو المنافقين، يقول الانسان في ظلمه واكو مطر شديد. شو يسوي المفروض من المطر؟ المفروض يشرد المطر. لكن هو ظلمه دامسه. منا اكو مطر ومنا ظلمه دامسه. ودره ما يندل. فيه ظلمات ورعد وبرق. شو يكون؟ شو يسوي هذا؟ يشوف الظلمة مال البرق، إذا
إذا برقله طريق مترين مشى، وإذا أظلم عليه مش يقول قام. هذا هو حالة أخرى من حالة المنافق. زين؟ يعني تلقى أنه إنسان نظره محدود وبنور محدود جدا يبرق برقا. لا تجي تعامله كأنما مو فاقد إنسانيته، بمعنى الكلمة فاقد إنسانيته. لأن هذا نوره وهذا تصوره وهذا نظرته للحياة. هاي نظرته للنشأة، هاي نظرة جدا محدودة. لذلك القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. يعني خلى فريقين، عزلهم مو إنسان واحد، لا، إنسان المؤمن وإنسان كافر، عزل خلى بياتهم برزخ. كل واحد تصرفه واحد، كل واحد تفكيره واحد، كل واحد نظرته الأمور واحد. يعني مو فد شيء عبانا احنا سهل. تلقانا مثلا أنا يسموني خادم الحسين وأطبخ وقت الزيارات وخادم الزهراء وخادم المؤمنين، ومن تجي أرجع لحياتي ما أفرق بين الموالي وبين المعادي لأهل البيت. تلقاني أصادق هذا وأصادق هذا على حد سواء. أبوي هذا معادي لرسول الله، هذا قاعد يطعن بشرف رسول الله، قاعد يطعن برسول الله، بأمير المؤمنين، قاعد يطعن بالقرآن، ما له علاقة. كل من موسى الدين وعيسى الدين، هاي الكلام شاوين سلموا لسلمكم حرموا لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، وين هاي؟ وين طبقناها؟ شوف هذا عنده ألوان من النفاق، بس بمن مستتره؟ مستتر انه عايشين بالمجتمع الشيعي ونسوي وياهم هالطقوس هاي الشيء. لكن انا من اقعد ويا نفسي اصفن ويا هذا معادي لاهل البيت. انا شلون اطبخ الامام الحسين واوزع الامام الحسين وهذا المعادي لاهل البيت هو فاتح له بيتي واسولف وياه واحكي وياه واهلا وسهلا. شنو النظريه؟ شنو الموضوع؟ لاحظ هذا الوضع اللي بصورة يعني مجملة لهالوضع كله، هذا يكون مسيرنا على صراط يوم القيامة. إذا أظلم عليهم قاموا، يمشي شوية ويوقف شوية، يرجع شوية ويوقف شوية، هناك بالصراط نفس القضية. نمشينا شوية ونوقف، نوقع منا لعله نحبو حبو مو مشي. أنا هذا هاي قابليتي وهاي إمكانيتي وهذا فهمي. وكو واحد لا، تلقاه يتكامل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يوميا، تلقاه يصعد. هذا من الحشر، هذا يمشي مطمئن على الصراط، ما عنده أي مشكلة بالصراط. ليش؟ لأن بحياته مشى، بحياته طبق. أما أنا شعلية وأنا ما لي علاقة وهاي مسؤولية وخاف فلان يستحي وخاف فلان فشت من عنده وأجامل على حساب رسول الله، هذا بعد يعرف شو الحال. الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان يعرف نفسه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعة الشيخ.